ليلة في جزيرة الشيطان، مياه نقية كالبلور، عالم يغلب عليه الاسترخاء والاستشفاء، تحول إلى مقبرة وبات أكثر سجون فرنسا رعباً عبر التاريخ. جزيرة الشيطان تاريخها. تقع جزيرة الشيطان في الشمال من جزر السلام الثلاث على بعد 6 أميال بحرية من شاطئ غويانا الفرنسية، وتبلغ مساحتها حوالي 34 فدانا، وكانت جزءا من المستعمرة الفرنسية سيئة السمعة في غويانا حتى عام 1952. فما هي غويانا الفرنسية؟ وكيف تكون السجن الأكثر وحشية في العالم؟ جزيرة الشيطان. أيها الإخوة والأخوات، لقد قررت أن أتنحى تماما. غويانا هي أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وتقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، وسميت غويانا الفرنسية خلال العصر الاستعماري، حيث كان هناك 3 مستعمرات تحمل الاسم نفسه: غويانا البريطانية، وغويانا الهولندية، وبالطبع غويانا الفرنسية، والتي يعود تاريخها إلى القرن 15، حيث ارتاد كريستوفر كولومبوس شواطئها للمرة الأولى، ثم توالت السيطرة عليها من 4 إمبراطوريات أوروبية كبرى، وهي البرتغال وفرنسا وبريطانيا وهولندا، وكانت الغلبة في النهاية لفرنسا، فبقيت حينذاك غويانا الفرنسية. المستعمرات العقابية. اشتهرت غويانا الفرنسية تاريخياً بمستعمراتها الوحشية لأكثر من 150 عاماً، ظلت خلالهم فرنسا ترسل المحكوم عليهم بالسجن إلى تلك المنطقة، فكان يتم حبس السياسيين تحديداً في جزيرة الشيطان، بينما يتم إرسال آخرين إلى معتقلهم في كورو وسان لوران. وكانت البداية في 19 القرن الثامن عشر الميلادي، حيث تم إنشاء معسكر رسمي للسجون في هذه المستعمرة، وفيه تم حبس 70,000 شخص من بداية 1852 وحتى قيام فرنسا بإغلاقها عام 1945. فكيف كانت المنطقة قبل 1852؟ الحقيقة أن جزيرة الشيطان كانت ملاذاً لأولئك الباحثين عن الاستشفاء والاسترخاء، فكان يقصدها كثير من المستوطنين الفرنسيين المصابين بالحمى الصفراء. وأطلق على جزيرة الشيطان 2 ألقاب، منها آيل رويال وآيل سان جوزيف، كما أطلق عليها آيل دوديبال، أي جزيرة الشيطان. بداية التدخل الأوروبي. في عام 1498، وبعد اكتشاف كريستوفر كولومبوس لساحل غويانا، بدأ الفكر الأوروبي في إقامة أول المستوطنات الفرنسية بمنطقة كايين عام 1503. وبعد قرن من الزمان أخذت مستعمرة غويانا اسم فرنسا الاعتدالية، وبعد توقيع 2 اتفاقيات ومعاهدات لعدة دول، عادت فرنسا لاستعمار المنطقة خلال القرن 17 بعد انهيار المملكة البرتغالية. وأخذت فرنسا كثيراً من المحاولات الفاشلة لبناء تلك المستعمرة، وتم الهجوم والاستيلاء من قبل الدولة الهولندية عام 1658، فحاولت فرنسا رد الهجوم وبنت مستعمرة أخرى في سينا ماري، ولكنهم قاموا بتدميرها أيضاً، واستمر الحال إلى أن استولى البريطانيون على المنطقة عام 1667. وفي نفس العام تمت معاهدة بريدا بتاريخ 31 يوليو، وأعيدت الأراضي إلى فرنسا مجدداً. الحياة في السجن الكاريبي. ومن العجب أن كثيراً من السفن المحملة بالسجناء التي كانت تبحر نحو غويانا الفرنسية وصولاً إلى جزيرة الشيطان لقيت حتفها قبل الوصول، وخفي وراء ذلك الحدث أسرار عديدة. ففي الطريق إلى غويانا الفرنسية كان يقيد السجناء في أقفاص، وفي أحيان أخرى كانت تندلع بينهم المشاجرات وتؤدي بحياتهم، وذلك إلى جانب استخدام الضباط للكبريت لمن يعصي الأوامر، فكان عبوراً مريراً نحو جزيرة الموت. وعند وصول السفن إلى الجزيرة كان يتم تقسيم السجناء ليكون الحظ الأفضل لمن يبقى بمعسكر في المدينة
أو من يذهب إلى مدينة واقعة على نهر ماروني في غويانا الفرنسية، ويكون الحظ الأسوأ للمغضوب عليهم الذاهبين إلى جزيرة الشيطان. وعلى أي حال، كان أكثر من 40% من السجناء لا يكملون عامهم الأول ويموتون واحداً تلو الآخر، إما بسبب المرض أو نقص الطعام أو سوء المعاملة من قبل الحراس، حتى إن جزيرة الشيطان عرفت بعد ذلك بالمقصرة الجافة، وهذا بسبب ارتفاع معدل الوفيات فيها. وأولئك الذين كتبت لهم النجاة وانقضت فترة عقوبتهم لن يعودوا للحياة كما كانت من قبل، حيث اقتضى القانون أن السجناء حتى الذين أكملوا فترة عقوبتهم سيحرمون من دخول بلادهم، ولن يسمح لهم بالعودة إلى فرنسا إلى أن يقضوا مدة إضافية مساوية لمدة عقوبتهم الأصلية في غويانا الفرنسية. ألفريد دريفوس. برز ألفريد دريفوس بين الآلاف من المسجونين الذين أدوا عقوبتهم في جزيرة الشيطان، ففي عام 1894 أدانته الحكومة الفرنسية بالخيانة، حتى إنه في مرسم احتفالي عظيم انتزعت من صدره أوسمته وكسرت سيفه وهتف زملاؤه لموته. ورغم ذلك أصر دريفوس على براءته من تهمة إفشاء أسرار للألمان، وأن خط يده لم يشبه الأدلة المعروضة أثناء محاكمته. والحقيقة أن إدانة دريفوس كانت قائمة بشكل كبير على يهوديته أكثر من أي شيء آخر، ولم يستطع دريفوس الدفاع عن نفسه، وحكم عليه بالسجن المؤبد في جزيرة الشيطان، قضى فيها 4 أعوام في حياة مؤلمة بغيضة بزنزانة معزولة، مكبلاً في سريره بالحديد، وكان طعامه فاسداً، ذلك إلى جانب حرمانه من الحديث مع باقي المسجونين. ولكن القدر أشفق لحاله عندما جاء الكاتب الفرنسي إيميل زولا وكتب خطاباً مفتوحاً بعنوان أنا أتهم، واتهم فيه الحكومة الفرنسية بتلفيق التهمة لدريفوس في عملية ضخمة، وذلك أدى إلى تراجع الحكومة الفرنسية عن حكمها على دريفوس عام 1899، ولكنه قبل بشكل مهين، حيث عرضت على دريفوس العفو عنه، وقبله دريفوس بالرغم من معناه كاعتراف بارتكاب جريمته، كما أنه لم تتم تبرئته بالكامل حتى عام 1906. لذلك قال دريفوس: أعادت للحكومة الفرنسية حريتي، لكن ذلك لا يعني لي شيئا دون شرفي. عملية الهروب الشهيرة هنري تشارير. ولأن جزيرة الشيطان حوت بداخلها الكثير والكثير من المعذبين والسجناء بعقوبات مؤبدة وتهم مدبرة في أحيان كثيرة، لجأ كثير من السجناء لارتكاب عمليات هروب متنوعة، وكان من ضمنهم ملك الفراشة هنري تشارير الذي تمكن أخيراً من الفرار من السجن. كان تشارير رجل عصابات من باريس، وتمت إدانته بقتل قواد، وبالطبع حكم عليه بالسجن المؤبد عام 1931. وبعد قضاء 3 أعوام في جزيرة الشيطان، قرر تشارير أن يرفض عقابه وأن يخطط لمسيرته في هروب منظم محكم، وبدأ أول محاولاته في الهروب، ومنها نجح في الابتعاد عن الجزيرة وليس الهرب كليا، ولكن الحكومة الفرنسية أمسكت به سريعا وحكمت عليه بسنتين في الحبس الانفرادي، فازداد الأمر سوءا. ولكن اليأس لم يتمكن أبدا من تشارير، حتى إنه حاول 7 مرات أخرى الهروب، وجاء عدم استسلامه بالحلم الذي طالما رغب فيه، وهو حلم الحرية خارج تلك الجزيرة. وخرج من الجزيرة في محاولته 8 على طوافة بناها من جوز الهند، ومنها أبحر تشارير في البحر المليء بأسماك القرش، ووصل إلى فنزويلا وأخذ منها مكاناً لاستقراره. ونظراً لكثرة الندوب التي تركتها الجزيرة في نفسه، قام تشارير بتأليف كتابه الناجح بابيون، وحكى فيه عن الفترة المظلمة والظالمة في نفس الوقت التي قضاها في جزيرة الشيطان، وأنتجت هوليود فيلماً مستوحياً من كتابه بنفس الاسم من بطولة ستيفن ماكوين وداستن هوفمان. جزيرة الشيطان اليوم،
قامت الحكومة الفرنسية بالتوقف رسمياً عن إرسال السجناء إلى الجزيرة عام 1938، ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون إغلاقها بالكامل، فاستمر إرسال عدد قليل من السجناء حتى عام 1946. والجدير بالذكر أن آخر معتقل في جزيرة الشيطان لم يرحل حتى عام 1953، وبالرغم من أن الجزيرة عادت تستقبل السياح والزوار بعد ذلك، إلا أن وحشية الأرض وأنينها ما زال يعلو صوته إلى اليوم، مخلداً ذكرى تعيسة إلى آخر الأزمان. تابعونا للمزيد من ليالي التاريخ.